ألف مبروك، ألف مبروك يا كابتن أسامة. كابتن فتحي، الأهلي بيبدع ويمتع في هذه المباراة شكل رائع الحقيقة للنادي الأهلي خلال الشوط الأول والثاني باستثناء آخر 5 دقائق. الحقيقة يعني نتيجة في دوري المجموعات دايما احنا بندور على النقاط. أيوة. وطبعا هنقول الأهداف، لكن هم بيرجعوا لو حصل أي حاجة للمواجهات المباشرة، فالمباشرة 2-1 هي 2-0، لكن أداء اللاعبين والسيطرة الميدانية 73% سيطرة النادي الأهلي، 27% السودان، طبعا دي نسبة قليلة لكن لا تتناسب، 73% لا تتناسب مع النتيجة. احنا لاحظنا برضو ان الفرقة الأهداف كلها أهداف ملعوبة، الهدف الأول ثم الهدف الثاني. نسبة التسديدات زادت شوية، لكن الضربات الثابتة لازالت عندنا عايزة شغل كتير. التسديد لابد من الاستحواذ، ده لازم أترجمه بتسديد، أترجمه بأهداف في المرمى. استحواذ بدون تسديد أو بدون استخلاص أو بدون إنتاج، إن أنا أترجم الكلام ده لأهداف، يجي جول زي الهدف الأخير ده بيخلي شكل الماتش وحش، رغم أداء النادي الأهلي سيطرة طوال المباراة من أول المباراة حتى نهاية المباراة. نقول هذه مباراة كرة القدم، والمهم خدنا 3 نقاط غاليين محترمين نقدر نتقدم. وبعدين عاوزين نقول حاجة يا كابتن. اتفضل يا كابتن. احنا مع الهلال السوداني طوال تاريخنا، في خلال الفترة اللي فاتت اتقابلنا معهم 6 مرات ما عديناش 2-1، 2-1، 2-0، 2-1، 2-0، هم يكسبوا هي كده، هي دي نفس النتيجة. اعتقد اسامة في 2007 انت جبت جون في الماتش ده، كسبنا 2-0 وانت جبت جون وانا الهدف الثاني. يعني بس الجول جه بقى النهارده بقى، يعني هو ده اللي كانت 2-0 وهتمشي زي 2007. كان هتمشي زي الفل، لكن نقدر نقول الاداء، وبعدين الجمهور اللي كان له دور كبير قوي، وبعدين الموقف اللي عمله كابتن محمود خطيب. هنتكلم اكتر على الموضوع ده عشان نعرف بس الاول التفاصيل من ارض الملعب. لو جاهزين يا شباب